السلام عليكم، صافا عليكم خوتي، لاباس عليكم، واش كتعاودوا؟ كي داير الاخوان؟ اموركم مزيان؟ سمحوا لي غبرت عليكم، ظروف الخدمه ما لقيتش كيفاش نصور. المهم غادي نشوف كيفاش. المهم انا غنريح في كافي وغندير لكم على الموضوع ديال التاشيره ديال قطر، كيفاش الاخذ ديالها، كيفاش تاخذوها، وبزاف الحوايج وغادي ندوي. يلا خليكم مع الفيديو. السلام عليكم، صافا عليكم، كلشي مزيان، الاحوال بخير، نتمنى من الفيديو يلقاكم بخير. سمحوا لي الا خبرت عليكم، الا كبرت. المهم كنت يعني دور الخدمه وكنت عيان شويه. المهم الفيديو ديال اليوم هو غندوي على التاشيره ديال قطر اللي كان قال لي واحد الاخ بغي يسوي على الاجراءات ديال التاشيره ديال قطر. وحاليا قطر يعني قريب المونديال، الى غير تنظم حاليا في دولة قطر يعني في شهر 11 موقع والو باش يتنظم. المهم تأشيرة الإخوان ديال قطر يعني بالنسبة كاين جوج تأشيرات، يعني كاين تأشيرة سياحة وكاين تأشيرة ديال رجل أعمال. رجل أعمال بحالاش بحال يعني بلا ما نحرق لكم المراحل. المهم غادي نقول على التأشيرة الأولى. التأشيرة الأولى هي ديال رجل أعمال. رجل أعمال بحالاش تكون عنده واحد الشركة في المغرب، يعني تكون مقاول كيبغي يستثمر يعني البروجي ديالو، بحال كيكبر المشاريع ديالو، بغي يطلع لقطر. يعني هذاك ما غتقبلش عليه التأشيرة، كيجاوبو يعني على 24 ساعة. والإجراءات اللي خاصو يدير هما الإجراءات التالية بحالاش كيعمر واحد الورقة اللي كيطلبها، يعني كيطلبها هذيك الورقة، يعني غتلقاوها هنا في الوصف هنا. هذيك اللي كيطلبها هذيك الورقة اللي كيعمرها، وخاصو واحد جوج تصاور وكوبي ديال الباسبور اللي ميكونش يعني الصريح ديالو قريبة تسالي. كيجمع هاد المسائل هادو وكيتباع من القنصلية اللي في الرباط، وتيخلص واحد المبلغ ديال 500 درهم بالنسبة لرجل أعمال. بالنسبة اللي غيمشي سياحة، ولكن سياحة خاص شي واحد اللي غيتكفل بيه بحالاش شي أجونس، وكالة ديال الأسفار يعني ولا وكالة ديال السياحة، كتكفلك يعني بالمصاريف، بلوطيل، بالماكلة، بالمصاريف ديالك كاملة مكمولة. ولا شي واحد تيكون عايش في قطر خو، ولا شي واحد يعني قريب لك، يعني هذاك السيد تيكون ضمانة اللي كيعطيك واحد يعني ضمانة، يعني واحد يعني كتبقى مضمون تما في قطر. بحالاش واحد الورقة هي راه كتعمر، غتلقاوها على الرجل هذيك الورقة كتعمرها، ملي كتعمر هذيك الورقة كتخلص واحد المبلغ ديال 250 يعني 5000 ريال، و باسبور و جوج تصاور، وكتجمع هادو وكدير كتدفعهم للقنصلية. ملي كتدفع الوقت كتدفعهم للقنصلية، والمدة ديال يعني الفيزا يعني السياحة عندها 30 يوم. المهم واحد النصيحة عند الإخوان، الفيزا السياحة إلا كنتي غادي تحرقها بلا ما تمشي، علاش؟ إلا حرقتيها غتخلص واحد المبلغ ديال 25 درهم في النهار، كتخلص هاديك 25 درهم في النهار. إلا ما خلصتيهاش يعني ملي غتبغي تخرج من يعني قطر في المطار غادي يبوانتوك، غير قبل أن واحد المبلغ خاصك تخلصو الأداء ديالو. يعني إلا ما عندكش غضطر يعني غتطبق عليك المسطرة القانونية ديال قطر، يعني غتحكم بالحبس. يعني حاول أنت يعني تيفيتي هاد المشاكل كاملة وتخرج بسلام. يعني قطر حاول ديما تقرب تسالي ليك الفيزا، يعني حاول يعني قبل. المهم هادو هما الإجراءات اللي كاينين، الشي اللي كاين، الإجراءات اللي كاينين هما هادو. نتمنى الله التوفيق للجميع. سمحوا لي غبرت عليكم على دور الخدمة، ونتمنى الله التوفيق. وحاليا الإخوان حاولوا، اللي بغى يطلع دابا حاليا راه كاين ميزان قطر، واللي يشوف شي كونطرا يجيبها لي شي صديق من قطر اللي غتكون واحد الثمن رخيص. بالنسبة للإمارات الأمور راه سهلة عندها بزاف، سهل من قطر في الإجراءات. المهم هادشي اللي كاين هو العنوان ديال الفيديو اليوم، تأشيرة قطر. كنبغيكم بزاف مع خوكم ياسين، انتظروا الفيديو إن شاء الله من وراء هذا، ان شاء الله غادي واحد الفيديو جوا خوت واحد الموضوع تا هو على يعني على السياحه و هادشي اللي كاين. المهم كنبغيكم بزاف، تحيه لكم على الميسين، وغنعاودها مره ثانيه.
وسمحوا لي لا كنت يعني ما اكثر عن مع الخدمه ومع يعني مع الخدمه والشري والشيء اللي ينجح لكم. السلام عليكم.